طب نروح نشوف مستر ريكاردو سواريز مع زميلنا فاروق صلاح قال ايه بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره. مهم جدا. عايز اعلق من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق بتروجيت بهدفين وصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه لمواجهه فريق نادي الزمالك في المباراه المقرره اقامتها يوم 21 في اول ظهور رسمي لي على قناه النادي الاهلي واول مباراه فنيا مستر ريكاردو سواريز المدير الفني للنادي الاهلي اللي برحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. مستر ريكاردو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي في اول ظهور ليك من خلال قناه النادي الاهلي. مبروك النهارده على الفوز, مبروك على الصعود للمباراه النهائية. Primeira coisa, seja bem-vindo aqui no canal do clube, que hoje é o primeiro jogo que você fez para o clube. Parabéns para a vitória, parabéns também para chegar ao final. Antes de mais, boa noite a todos. Sim, foi importante esta vitória, principalmente para dedicar aos nossos adeptos, porque tivemos um jogo há pouco e não ganhámos e os jogadores queriam muito vencer para dedicar aos nossos fantásticos adeptos. طبعا قبل اي شيء المدرب بيقول مساء الخير للجميع وبنهدي الفوز النهارده لجماهير النادي الاهلي لان اخر مباراه يمكن كان النادي الاهلي ما حققش الفوز, فعشان كده النهارده الجماهير اللاعبين كان هدفهم ان هم يرضوا الجماهير بالفوز, وعشان كده المدرب بيقول قدرنا نأدي في المباراه من اجل الفوز ونهدي الفوز لجماهير النادي الاهلي.